تعريف الدالة الأسية. لاحظ معي، نبدأ أولا. نحن نعرف هنا f لـ x يساوي، نكتب مثلا x أس 3، x أس 3 هذه تسمى دالة حدودية. لماذا؟ لأن العدد موجود على مستوى الأس، نقول x أس 3. بينما هذه الكتابة f لـ x يساوي x f لـ x يساوي 3 أس x. هذه دالة أسية لأن المتغير موجود هنا في الأعلى على مستوى الأس، يعني عدد ثابت أس متغير. إذن بشكل عام الدالة الأسية تكتب على الشكل التالي: f لـ x يساوي A أس X. هذه هي الكتابة العامة للدالة الأسية. هناك شرطين أساسيين بالنسبة إلى A: أن A أكبر قطعة من واحد من الصفر أولا، وتخالف A وتخالف واحد. إذن هذين الشرطين أساسيين. لماذا يجب أن تخالف A عدد واحد؟ لأن إذا كتبنا مثلا واحد أس X وقمنا بتعويض X بعشرة، يعني نكتب هنا أن مثلا واحد أس عشرة يساوي واحد ضرب واحد ضرب واحد وهكذا عشرة مرات، النتيجة دائما واحد. وإذا كتبنا واحد أس ألف نكتب واحد ضرب واحد ضرب واحد وهكذا ألف مرة، والنتيجة دائما هي واحد. وبالتالي لا معنى لها إذا كانت A تساوي واحد، ولهذا على A أن تخالف واحد. الملاحظة الموالية أساسية، علينا أن نعرف الفرق. لاحظ، أكتب هنا فقط Y يساوي 3، لاحظ معي 3 أس X أكتب مرة ثانية Y يساوي ناقص هنا ناقص 3 أس X. المرة الثالثة أكتب Y يساوي ناقص 3 أس X. لاحظ معي، هذا الشرط يقول أن A عليه أن تكون أكبر قطعا من الصفر، يعني موجبة. هذا العدد سالب ناقص 3، ناقص 3 سالب، وبالتالي هذه ليست كتابة أسية. لماذا؟ لأن موجود الإشارة السالبة بين قوسي، بين قوسي عدد 3. أس X تؤثر على الناقص، بينما هنا هذا المثال هي كتابة أسية. الإشارة السالبة خارج القوسين، يعني هناك فرق بين، لاحظ معي، هناك الفرق بين 7 أس X وهنا الناقص خارج القوسين وناقص 7 أس X.
ناقص 7 أس إكس بهذه الطريقة ليست كتابة أسية. هذه الكتابة كتابة أسية، لأن 7 موجبة، الإشارة السالبة خارج القوسين. إذن هذه ملاحظة أساسية بالنسبة للإشارة السالبة. نكمل. نعرف أولا عدد. لما نتكلم عن الدوال الأسية أو الكتابة الأسية، فإن العدد هنا 2 هو هذا العدد جد مهم. اثنان فاصلة سبعة واحد ثمانية، وهو لا ينتمي، يرمز له بأو. يعني لما أرى أو في الرياضيات فالمقصود به هو 2.718. نحن نعرف أن بي مثلا في الرياضيات أن بي يساوي 3.14 وهكذا، أعداد لا تنتهي. هو نفس طريقة، فإن أو يساوي 2.718 وأعداد لا تنتهي. إذن الآن نتكلم عن مجالين هنا. إذا كانت أ أكبر قطعا من الصفر وأصغر قطعا من واحد، نتكلم كذلك هنا أكبر قطعا من صفر. نكتب أن أكبر قطعا من واحد. لاحظ معي، 10 هنا إذا كتبنا 10 هو أكبر قطعة من واحد، 1 هنا إذا كتبنا 1/10 هو محصور بين 0 و 1. إذا كتبنا هنا إي العدد هنا 2.718 وهكذا، هو أكبر قطعة من واحد، 1/i هو محصور بين 0 و 1. 2 أكبر قطعة من واحد، 1/2 محصور بين 0 و 1. الدوال الأسية نكتب هكذا، أي أن F لX يساوي، هنا نكتب أولا 3 مرات F لX يساوي، وهنا F لX يساوي. لاحظ معي، الدالة الأسية أكتب هنا X 10 أس إكس، هذه دالة أسية. هنا إف لي إكس إي أو أو أس إكس، هذه الدالة الأسية الثالثة، F لـ X يساوي 2 أس X. هذا فيما يخص أن A أكبر قطعا من واحد. فيما يخص أن A محصورة بين 0 و 1، أي على يسارنا، نكتب F
لx يساوي f لx يساوي f لx يساوي. الحالة الأولى f لx يساوي هنا 1 على 10 أس x. هنا نكتب f لx يساوي 1 على e أس x. هنا نكتب f لx يساوي 1 على 2 أس x. وبهذه الطريقة نعرف الدالة الأسية، بحيث أن A مرة تكون محصورة بين 0 و 1، والإمكانية الثانية أن A أكبر قطعا من 1. وأهم دالة لحد الآن هي هذه الدالة، أي أن F لX يساوي E أس X، أو هذه الكتابة. وشكرا.